ورغم كل ما تقوله أوروبا وتهدد بأنها ستتخذ عقوبات وتعلي الصوت على أردوغان، لكن يبدو أن الرئيس أردوغان واثق بأن العقوبات لن تكون رادعة له إن كانت قوية أو كانت خفيفة. أين يكمن السر في هذا الموقف؟ الخير لك وضيفك الكريم والمشاهدين. للأسف أن الرئيس أردوغان يقرأ المشهد الأوروبي جيدا، لذلك يقوم أردوغان باستعمال عامل الوقت على أفضل وجه، على العكس يقوم الأوروبيون بخطوات ثابتة. لم يفهم أردوغان أن الأوروبيون لا يسعون إلى المواجهة أو إلى المعاقبة أو فرض عقوبات. هذا كان ردا فعلا على استفزازات تركيا تكررت عدة مرات، في كل مرة يعطي الأوروبيين الفرصة، ولكن الأوروبيين يتعاملون بأكثر حكمة وأكثر دبلوماسية. هم ينتظرون مواعيد حاسمة في هذا الملف، الانتخابات الأمريكية هي ملف حاسم في هذه القضية، أيضا فرصة الأسابيع التي أعطتها ألمانيا لتركيا لكي تتراجع أو تتوقف عن الاستفزازات. ونحن نبني السياسات الأوروبية على الخطاب الأوروبي للاتحاد الذي ألقته أورسولا فون دير لاين في 24 سبتمبر الماضي، تحدثت عن كل قضايا الاتحاد الأوروبي، عن كوفيد 19، عن الاقتصاد، على اللاجئين، على شراكات وعلى الأمن. ولكن عندما تحدثت عن تركيا تحدثت عن تركيا برسائل قصيرة مقتضبة واضحة. ما يفعله أردوغان هو استفزاز، ولكن لا يرقى إلى درجة إغضاب أوروبا لتسعى إلى مواجهة مباشرة. اليونان وقبرص هما اللتان يضغطان على الاتحاد الأوروبي ليقوم الاتحاد الأوروبي بإجراءات أكثر حدة وبأكثر سرعة، لكن يبدو أن تركيا سوف تدفع ثمنا كبيرا إذا لم تغير سياستها قبيل القمة القادمة في ديسمبر، وهذا الموعد الذي حددته القمة السابقة لبدء فرض العقوبات. ولكن هنا سيد أبو جزر، ما هي العقوبات المتوقعة؟ هناك رأي يقول إذا كانت العقوبات خفيفة فبالإمكان احتواؤها من قبل تركيا وتستمر في سيناريو التصعيد، وإذا كانت قوية هنا يكون الردع. ما المتوقع؟ الأكثر دقة أن الاتحاد الأوروبي لا يريد أن يعطي هدايا لأردوغان وسياسة أردوغان. أي نوع من العقوبات سوف يكون مؤثر ومؤلم جدا، ولكن للشعب التركي والاقتصاد التركي. وليس من مصلحة أوروبا أن تكون لديها جار 100 مليون ساكنة تحت أزمة، في ظل أزمة اقتصادية كبيرة. بالعكس، أوروبا من مصلحتها وتسعى أن يكون كل جيرانها بما فيهم تركيا في أحسن حال من ناحية الاقتصادية، ولكن أي عقوبات أوروبية على تركيا سوف تكون مؤلمة جدا. لا يجب أن ينسى الخبراء، حتى يجب أن يتحدثوا بهذا الشأن، أن الشريك الاقتصادي الأكبر والتبادل التجاري الأكبر مع تركيا هو مع أوروبا. أوروبا بمجرد ما نرجع للخلف قليلا، بمجرد ما تم التلميح لإمكانية فرض عقوبات في ديسمبر الماضي، هذا في القمة السابقة للاتحاد الأوروبي، هبطت العملة التركية فورا، وهناك أصبح هناك قلق اقتصادي كبير من تنفيذ أوروبا تهديداتها. الأمر يكمن في اليونان وقبرص، هم يستعجلان فرض العقوبات. طيب. ولكن يبدو أن أردوغان استعجل فرض العقوبات أكثر من اليونان وقبرص عندما قام بعدم احترام حتى الوعود التي أبرمها للمستشارة الألمانية ميركل. الآن أصبح وزير الخارجية الألماني أكثر حدة من الفرنسيين، أصبح إلى جانب فرنسا. أردوغان استطاع توحيد أوروبا ضد تركيا بأخطاء ما كان هو يمزج بين الخطاب الشعبوي للاستهلاك المحلي، ولا وكأنه لا يعي أن الأوروبيين يتابعون كل خطاباته. لا، ما كان يجب على أردوغان أن يقوم بالتهديد الصلب. دعني أسأل عن هذا الموضوع.